تابعنا اليومين اللي فاتوا المبادرة اللي قام بيها مجموعة من رجال الاقتصاد ورجال الأعمال تحت عنوان منتدى أهل مصر. المنتدى ده أسسه 16 عضو من الشخصيات المصرية المختلفة بهدف العمل على تنمية ونهضة مصر. تعالوا نشوف التقرير. في أكبر تجمع لعدد من رجال العلم والاقتصاد والإعلام من أجل تنمية ونهضة مصر وشعبها، انطلق منتدى أهل مصر الذي أسسه 16 عضوا من أبرز الوجوه والشخصيات المصرية التي تحظى بالتقدير الشعبي والعربي. احنا شغالين حاليا على خطة اسمها إنقاذ الاقتصاد المصري في الثلاث سنين القادمة، وبالتالي احنا شغالين بشدة على المدى القصير والمدى المتوسط، مش منشغلين حاليا بالمدى الطويل. اكيد المنتدى هيكون ان شاء الله له اهداف بعيدة المدى، لكن احنا بنتكلم على 100 يوم الاولانية بعد انتخاب الرئيس الجديد، ماذا نستطيع ان نقدم لمصر؟ وقد اكد المؤسسون على ان المنتدى ينبع من رؤية وطنية تسعى لتقديم حلول عميقة في كافة المجالات الحيوية وإيجاد بدائل واقعية لقضايا التوظيف والنهوض بالإعلام الحر المستنير والتنمية السياحية الجاذبة للاستثمارات وإعادة الهيبة الزراعية لمصر من أجل دفع الاقتصاد المصري. النهاردة كل تفكير الناس إزاي أمشي العمالة، إزاي أقفل مصنعي، إزاي أحول فلوسي برا، كلها أشياء سلبية، كلها نتيجة لأفعالنا ونتيجة لأعمالنا. إحنا بكرة إن شاء الرحمن بكرة أفضل 100 مرة، بكرة إن شاء الرحمن يكون لنا رؤية واضحة، نعمل سنديد ثقة للمستثمر إن إحنا نحاول نحسن علاقتنا بكل الدول اللي حوالينا، وبالتالي عمالة تسافر، وبالتالي المستثمرين يجوا زيادة في مصر، نفتح مصانع زيادة، نزود صادراتنا. ده منتهى الأهمية، وده مش صعب، مش صعب خالص. أنا بقول لك على أشياء مش أحلام، أشياء تتنفس في أسبوع لو حطينا مع الإعلام رؤية واضحة لمستقبل مصر. طبعا بالنسبة لمنتدى أهل مصر، الحمد لله إحنا مجموعة، طبعا في مؤسسين وفي الأعضاء، كلنا هدفنا واحد إن إحنا إن شاء الله ننهض بالاقتصاد المصري. بنتكلم مش في مجال بس العمل الخيري، ده يعني ده جزء أخير فيه، إنما عشان تنهض بالاقتصاد كله عشان يوصلك إن شاء الله لسنة 2030 إنه يكون من أقوى 20 اقتصاد على مستوى العالم. منتدى أهل مصر الحقيقة هو مؤسسة بتضاف إلى ثروة مصر في المؤسسات، لأنه الدول بتقاس الحقيقة ثروتها بالمؤسسات الموجودة فيها. خلال هذا المنتدى بنجمع عدد من أفضل الخبراء في مجالات متنوعة، كلها مجالات بنحتاج إليها في الخروج من المشاكل اللي بنعاني منها في الوقت الحالي. والآن وإحنا في بداية دولة جديدة بنحتاج إن إحنا نضع بين يدي رئيس مصر الجديد اللي هينتخب الأسبوع القادم المشاكل والحلول المقترحة لهذه المشاكل، بحيث إن إحنا نختصر الوقت. طبعا مبادرة إيجابية، يا رب نشوف ثمار إيجابية والنتيجة قريبة على أرض الواقع. مصر الفترة اللي جاية دي محتاجة شغل من نار، محتاجة ناس تنتج وتشتغل وتبعد عن الكلام. كفاية أنا كلام بقى، وتعالوا نشتغل، ويا رب المنتدى ده يساعد فعلا في نهضة مصر.